السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مع وصفة جديدة من وصفات رحاب، وصفات أمي، وصفات مجربة وناجحة. وصفة اليوم سهلة وسريعة، سنكتشف مع بعض سر الحصول على قرنطيطة كريمية مثل التي تباع في المحلات بمقادير مضبوطة وأنت في بيتك. نذهب مباشرة إلى تقديم المقادير. نحتاج نصف كأس زيت، كأس مملوء حليب، نسحق لتر تاع الماء، نسحق زوج حبات بيض، نحتاج زوج كيسان مملوئين بالقرنطيطة ولا بالحمص بودر، ونحتاج إلى ملعقة صغيرة كمون، نصف ملعقة فلفل أسود، نحتاج الثوم، والسر اللي راح نمده لكم اليوم هو نصف ملعقة صغيرة خميرة كيميائية. هنا نذهب مباشرة إلى طريقة العمل. نحضر صحن يكون واسع، نفرغ فيه بودرة الحمص ونخلطها مع كامل المكونات حتى يتجانسوا المكونات مع بعضهم كما راكم تشوفوا، ونتركها حوالي 6 ساعات حتى يتشرب الحمص جميع المكونات ويعطينا خليط متجانس، خليط رائع كما راكم تشوفون. نخلط كل المكونات، الزيت والبيض والحليب. انا ما استعملتش خلاط يدوي، ما استعملتش روبو، راني نستعمل فرشيطة كما راكم تشوفوا. نكمل، نحط الكمون، نحط الفلفل الاسود، نحط الخميرة الكيميائية، ونحط الثوم اللي كنت سكرفشتها كما راكم تشوفوا. نخلط كل المقادير، نخلطها جيدا حتى تتجانس المكونات كامل مع بعضها كما راكم تشوفوا، ويعطيني خليط كما راكم تشوفوا. نكمل بالماء، نكمل نطم الخليط تاعي بالماء. حطيت حوالي كأس اثنين، حطيت حوالي 3 كيسان تاع الماء كما راكم تشوفوا، ونخلط المكونات كامل كيف كيف كما راكم تشوفوا، ونغطيها ونخليها حوالي 6 ساعات. واش راكي طيبي ماما؟ قرنطيطة بنتي. قرنطيطة هادي؟ ايه. ونغطيها ونخليها حتى تخمر شوية، ومن بعد تسهل علينا طريقة العمل كما راكم تشوفوا. ناكل هنا، نضيف لها هنا، نضيف لها كمية. هنا نجيب مول زجاجي، ندهنه بالزيت ولا بالزبدة كما حبيتو. انا حبيت نعطي له لمسة بالزبدة باش ما يلصقليش الخليط نتاعي داخل المول. الخليط هنا كان ارتاح حوالي 6 ساعات حتى تنفخ لي الحمص تاعي، وضفت له نصف ملعقه تاع الملح. الملح ما نكتروش، قرنطيطه كي تجي مالحه بزاف ما تجيش بنينه. ونفرغ الخليط تاعنا كامل داخل السنيوه، ونديها مباشره الى الفرن. هنا كما راكم تشوفوا فتحت عليها الفرن، شوفوا كيفاش طابت معانا ما شاء الله. الخليط تاع الحمص تاعنا كما راكم تشوفوا راهو شرب كامل المكونات، شرب الحمص، شرب الماء، شرب الحليب كما راكم تشوفوا. انا هنا نخرجه من الفرن، نحط له كميه قليله من الزبده على وجه الصينيه، نحط القليل من الزبده باش تعطيني تحميره على الوجه. مارغارين ولا زبده واش متوفر عندك في البيت. راهي واحد الرائحه، راهي في الكوزينه البنات ما شاء الله، راهي هايله. ندهن كل سطح الوصفة نتاعي ولا كل سطح الصينية تاعي بواسطة فرشات طبعا كما راكم تشوفوا، على كل وجه الوصفة نتاعي، على كل وجه القرنطيطة.
ونعاود ندخلها للفرن حتى نعطي لها تحميرة على وجه الصينية، ونشعلو عليها غير من الفوق. شوفوا كيفاش راهي، هي ما شاء الله. البنات هنا خرجت الكرانطيطه نتاعي من الفرن كيما راكم تشوفوا. هذيك الزبده ولا الكرانط ولا المارغارين اللي كنت حطيتها لها عطاتها تحميره ولا اروع ولا اروع كيما راكم تشوفوا. كيما اللي تتباع في المحلات، عطيت لكم كل اسرار نجاح الكرانطيطه. هنا يا بعد ما خرجت من الفرن راني درت لها كيما شفتوا معايا مقبله، درت لها اون كوش تاع المارغارين ولا تاع الزبده على السطح كامل تاع الوجه تاعها، ودخلتها للفرن. عطيتها تحميره شابه هذيك الزبده، شوفوا كيما راكم تشوفوا من فلوغو الزبده تمد الكرانطيطه، تمدلو انو تخقو. نخليها تبرد شويه ومن بعد نقطعها. انا البنات ما حبوش يصبروا، كي يشموا ريحتها يحبوا ياكلوها. هنا راني نقطع فيها وهي مازالها سخونه كيما راكم تشوفوا. راني قطعت كل واحد طرونش تاعو، راهي ما شاء الله. هنا ولا عجبتكم وصفة اليوم اعملوا لي اشتراك في القناة، وكملوا الفيديو قراوه من الاول حتى للاخير حتى يلحقوكم كل جديد من وصفاتي، مع وصفات رحاب، وصفات مجربة وسهلة وسريعة. الى اللقاء.